الأخبار مع زميلنا محمود فؤاد. محمود يا احمد، تحياتي لحضرتك وتحيات الساده المشاهدين. اهلا بيك. انا حابب انك تبدا من عبد الله السعيد من حيث انا انتهيت. يعني الشياكه بس دي يا ريس. يا سيدي الله يخليك حبيبي. حبيبي محمود، دي اقل حاجه دي. حبيبي حبيبي. الساعات اللي فاتت ابدا مع حضرتك في موضوع عبد الله السعيد. لا بحلي جد، الساعات اللي فاتت اداره الزمالك رحبت بالفعل بضم عبد الله السعيد في يناير اللي جاي. قالوا احنا ما عندناش مشكله ده، بس يشوفوا موقف اللاعب مع اهلي جده. ولكن المفاجاه ان جروسكا احمد اشترط ان عبد الله يكون موجود. قال لك انا شايف اللاعب، عايز اللاعب اشوف له فيديوهات كامله وبعدين احدد ان كان يجي ولا لا. هايل. جروسكا باصص لحته برضو ان الازمه اللي عبد الله سعيد قبل ما لما وقع للزمالك، لما كان موجود من الاهلي وبعدين الاهلي وبعدين راح الاهلي جده، ال 40 مليون جروس الموضوع عارفه كل قصه ال 40 مليون. شايف ان اللاعب نفس المبلغ ده اللي هو لما يرجع يبقى صعب، شايف ان هو هيحصل فتنه في الفريق. تمام. فهو جروس شايف برضه في القصه دي ان المبلغ عبد الله سعيد صعب ان هو يجي ياخد المبلغ ده. عبد الله سعيد لو رجع الزمالك هيكون على حساب انا شايف فرجاني ساسي، على حساب اوباما. اتوقع عبد الله سعيد جروس لسه برضه هيجيبه، وكان صعب ان جروس ممكن يضمه او لا الفتره دي. هنشوف يعني عبد الله سعيد هيكون موجود في الزمالك ولا لا. تمام. عندنا خبر تاني جروس، من الاخبار كانت الايام اللي فاتت ترجعت في لاعب الزمالك المعاد للاتحاد هيرجع بعد تعليقه مع الاتحاد. جروس صدر مفاجاه من هاري الشكيل ان اداره الكره عرضت عليه رجاء اللي هو يكون موجود مع الزمالك في يناير اللي جاي ويقطعوا عرضه مع الاتحاد. لكن جروس رفض القصه ديت، وفي ظل اللي هو عايز يتم التعاقد مع مهاجم صريح، هو مقتنع بالفعل بقدرات الاجزاء السيف وابلغ اداره الكره بالزمالك انه لاعب كويس، لاعب مهم، ولكنه في حساباته هو عايز مهاجم صريح وسيسي بيلعب جناح. هو لا، قال لك الافضل ان سيسي يكمل وممكن الزمالك يستعين بيه مع نهايه الموسم. كنتش عايز الخبر انا ده. انت سيسي لو عرف اللي احنا بنقوله ده دلوقتي هيركز قوي قوي يوم الجمعه. يعني معاك يا محمود كامل. كتير لاعب خطير وبيعمل هيلعب اي فريق بيقابله وهيلعب. هو دوده هيلعبه 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 هيلعبه. كابتن حلمي طبعا شايف ان هم صعب ان هم ما يكونوا ما يشاركوش قدام الزمالك، يعني تمام، اللي هو بيعتمد عليهم بشكل كبير في مع الاتحاد يعني. تمام. عندنا خبر ثاني ان اداره الكره بالزمالك حسمت موقفها من بعد الطرد الاشياء الانباء اللي ترددت بالتفاوض مع مؤمن زكريا. اداره الزمالك نفت الموضوع تماما، قالوا ما فيش مفاوضات مع مؤمن زكريا لاعب الاهلي، ما بيفكروش في ضمه. هم شايفين ان اللاعب المركز اللي بيلعب فيه مؤمن زكريا في لعيبه كتير في كثره في الزمالك لعيبه ديت، وفي لعيبه ما خدتش فرصتها من اول الموسم، فهم نفوا ان مؤمن زكريا يكون موجود في الزمالك الفتره الجايه. ده خبر سليم 100%. ليه؟ مؤمن لما مشي من الزمالك اداره الزمالك او رئيس الزمالك ما بيحبش مؤمن زكريا، او هو مش محبوب جوه النادي، فمن سبع المستحيلات ان مؤمن يرجع تاني يعني. اتفضل يا محمود. انا يعني هي القصه دي، رئيس الزمالك اي لاعب كان بيبقى معروض على الزمالك قبل كده يدخل فيه الاهلي والزمالك في مناوشات يضمه ده او ده او ده، اللاعب يختار الاهلي فالزمالك بيصرف النظر عنه. هي مؤمن زكريا، احمد الشيخ، اكثر من لاعب يعني. تمام. عندنا قصه ان تردد ان كهربا كان عمل ازمه بعد استبداله بعد ما جروس غيره في ماتش الجونه. اللاعب بالفعل كان خرج كان زعلان في احمد، وشيء طبيعي لو كهربا بيقدم افضل مستوياته مع الزمالك الفتره دي، عايش حاله استقرار فنيه بشكل كبير. لما خرج هو كان اللاعب اعرب عن غضبه اللي هو كان عايز يكمل في الملعب، واعترض الى حد ما، لكن جروس احتوى الازمه بعد المباراه بجلسه سريعه مع كهربا.